السلام المشاهدين، لاباس عليكم؟ كلشي لاباس؟ توحشتكم بزاف بزاف، توحشتكم. وتبعوا معايا واحد الوصفه تاع الدجاج هي اللي تندير واليدين. تبعوا معايا شويه تاع العسل الحر، نيدو، وبرمون مسوس. السلام علي مزيغن، ولاباس؟ وتهنا وميدا منيا الحال. وتبعتني ديات الوصفه ثلاثه منت تاع حريت، نيدو، دانوني مسوسن. ايوا تبعتي دي الوصفه. انت تعيد وافق، انت تعيد تكار ديما. دانون، نيدو، والعسل. راه زوينه بزاف. المهم كي تجيها ديروها وخليوها نص ساعه، ديروها في الليل حتى تبغيو تنعسو، ديروها حتى تكملو الشقه تاعكم وديروها. ايوا تبعوا معايا، ها تجي زوينه بزاف. هادشي طبيعي راه حسن. خليوها نص ساعة. الا شاط ليكم ديروها في الثلاجه، راه واخا تبقى حتى يومين غير ديروها في الثلاجه وسدوا عليها مزيان. انا راه هي اللي تندير ديما الوصفه، ديما هي اللي تندير يومين بعدا في السيمانه ولا واحد يديرها، ماشي غير شقه 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 ونصبحوا في روسنا. ها شوف، ها وجربوها راه زوينه بزاف بزاف. هادشي طاب. والمشاهدين حنا كملنا، دابا تندير شويه تاع الزيت. الزيت راه زوينه بزاف بزاف للوجه واليدين. وجربوها راه زوينه بزاف. جربوها. الزيت راه زوينه بزاف حتى للوجه. الزيت خليوها حتى ساعه في وجهكم، راه زوينه بزاف الزيت. انا هادشي اللي تندير، ها
وي مزيغن دات قرن كين الزيت هيد والفض الزيت هاد تحلا جاتا و تسات يقمون و نفاس النون المهماتين تحلا بزاف بزاف هاي تكون طبيعي وري اللي ما يتوفني تحلا بزاف ايوا بسلامة المشاهدين بسلامة عليكم وجربوا هاد الشيء جربوا راه زوين بزاف ايوا بسلامة يا مزيغن بسلامة وجربها تتحلى بزاف هاد الحلايا يعني قصدي تجرب هاي تخاتي طبيعي وري اللي ما يتيوفن ايوا بسلامة المشاهدين تنبغيكم بزاف بسلامة بسلامة